القطب الثالث للكرة البرتغالية استعاد لغة الألقاب. سبورتينغ لشبونة أنقذ موسمه بتتويجه بطلا لكأس البرتغال بتغلبه على سبورتينغ براغا بركلات الترجيح. الفريقان تعادلا في الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لكل منهما. لشبونة لعب بعشرة لاعبين منذ ربع الساعة الأولى بعد طرد مدافعه سيدريك سواريش. وتقدم براغا بهدفين عبر إدير من ركلة جزاء ورافائيل فيريرا. وفي النصف الثاني قلب لشبونة الأمور عبر تألق المهاجم الجزائري إسلام سليماني والكولومبي فريدي مونتيرو.